السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه شهر رمضان الكريم، ان شاء الله النهارده اعمل لكم بقى شويه خشاف لرمضان ملهمش حل، هيعجبوكم جدا ان شاء الله. ما فيش اي بيت يخلي من رمضان من الخشاف، من البلح والتين والقراصيه والمشمش وقمر الدين. كل سنه وانتم طيبين. الخشاف ليه فوائد متعدده جدا وجميله، معادن وحديد وفوسفور وكالسيوم وحاجات جميلة جدا ومفيدة للجسم، وتمنع من أمراض السرطانات وينقص الوزن البلح، وحاجات جميلة جدا إن شاء الله أعملها لكم النهاردة بطريقة حلوة خالص. أنا جبت قمر الدين نص واحدة وحطيتها في ريت المية، سخنت المية وحطيت عليها لحد ما باشت أهي، وغسلت جبت كمية البلح أهي غسلتها فصصتها وغسلتها حلو عشان الرمل، وعندي قراصية وعندي مشمش وعندي التين، هحطه كلته في هنقعه في قمر الدين لمدة 3 ساعات، وتقدميه بقى طبق الخشاب ده على الفطار، جميل جدا وليه فوائد جميلة جدا ان شاء الله يعجبكم جدا، ان شاء الله يعجبكم خالص بإذن الله. هحط اهوت، بسم الله ما شاء الله، في اللي عاوز بقى يبله في لبن جميل جدا، واللي بيبله في ميه برضو حلو خالص، يعني مفيد جدا بكل الطرق بتاعته. على الفطار رهيب جدا ومفيد. انا اهوت لمده 3 ساعات علشان يبوش، البلحه جامده لان الخشاف ناشفه جدا في خالص. اهو يا حبايبي انا اهو، وهقدم لكم اعمل لكم كمان طريقه لبل الخشاف يا حبايبي بالميه. وفي ناس بتحط سكر على الميه وفي ناس ما بتحطش سكر، لان الحاجات دي الخشاف كلها سكريات وجميله، فانا بفضل اللي ما بحطش سكر في الميه لانها بتدي قيمه غذائيه عاليه جدا، السكريات هتزود بس الطاقه وخلاص. انا اهوت التين والقراصيه والمشمش، واللي عايز يحط زبيب بقى يحط زبيب برضه مفيش مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه يا حبايبي وانتم طيبين. البلح بقى سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الطريقة التانية اهيت ان شاء الله تعجبكم، ولو جربتوها تعجبكم جدا، وكل سنة وانتم طيبين. ولو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملنا اشتراك. البلح اهو يا حبايبي بعد ما عملناه اهوت وسبته يجي 3 ساعات، اللي في المية واللي في القمر الدين، بسم الله ما شاء الله عليه بالهنا والشفاء. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي.